طبعا برنامج عرب ايدول من اشهر برامج المسابقات لاكتشاف المواهب الجديده. تقدر تقول لي البرنامج ده فعلا قدم لك حاجه واضاف لك شيء ولا لا؟ طبعا برنامج عرب ايدل ده برنامج كبير على مستوى الوطن العربي كله، واي حد بيقدم في عرب ايدل اكيد بيزيد له شهره، بيزيد له بيتعلم ازاي يغني على مسرح كبير زي مسرح عرب ايدل قدام جمهور كبير وقدام طبعا فنانين كبار زي لجنه تحكيم عرب ايدل، فاكيد ده اضاف لحاجات كتيره يعني في مشوار الفن. اضاف لك ايه يعني؟ انت كنت وانت رايح، انت اولا دارس موسيقى لا انا ولا مش عندك دارس، هي الموهبه الغنى موهبه؟ موهبه. موهبه. طب انت شايف انه الفنان لازم يكون دارس موسيقى ولا الممارسه والخبره بتضيف لموهبته كتير؟ انا شايف ان الموضوع الموهبه بيغطي على الدراسه بصراحه، هو فعلا الدراسه يعني مع الممارسه والخبره ممكن نستغنى عن، او ممكن في مواهب معينه تستغنى عن الدراسه؟ هو الدراسه كويسه يعني بتضيف حاجات حلوه، بس الموهبه بتبقى طبعا دي حاجه من عند ربنا بقى، مش محدش معلمني بقى العرب ولا حد معلمني ده الصوت، حاجة بقى حاجه من ممكن بقى طبيعية، الدراسه بقى اللي اتعلم فيها المقامات والطبقات والنوته والنو والكلام ده. والنوتة ايوه والحاجات دي بالكلام ده، يعني. ده الدراسه، اما الموهبه الواحد اصلا بيطلع كده صوته حلو. في ناس بتبقى صوتها ماشي على النوتة لوحده. طب بالظبط. انت بتعزف آلة يا حسين؟ لا لسه بتعلم، يعني ما شاء الله، بحاول اعزف عود ان يعني شاء اللي الله. بيعزف آلة بيعرف يمشي على النوتة، اللي دارس بيعرف يمشي على النوتة، وانت الاتنين ما عملتهمش وما شاء الله صوتك حلو. طب قولي، دخلت عرب ايدول وانت عندك موهبتك فقط، تمام. خرجت من عرب ايدل وانت اكيد عندك ثقل معين في المزيكا بقى بتاعتك وفي صوتك وفي اكيد الحاجات دي، بقى ايه اللي استفدته؟ قبل عرب ايدل انا كنت شغال يعني يعتبر على محلي يعني جامعه حفله كده كده، اما عرب ايدل يعني خلاص لقيت نفسي قدام جمهور وقدام لجنه تحكيم، فده خلاني انافس مع مشتركين من البلاد التانية، فده علمني حاجات اكتر وواقف وجات قدام عمالقة. طبعا نانسي عجرم واحلام ووائل وحسن، دولت كبار في الوطن العربي في الفن يعني.